هذه الظاهرة التي شاهدنا عينات مما وثقته كاميرات المراقبة لها قبل قليل انعكست أي الظاهرة على حياة المواطنين بسبب الخطر الذي يشكله غياب الغطاء عن المنهولات، حيث رصدت كاميرات المراقبة عدة حوادث لسقوط أطفال وشباب ومنهم من لم يحالفه الحظ ليذهب ضحية هذه المشكلة المعقدة في العراق. نبقى مع ما وثقته كاميرا المراقبة لطفلة وقعت داخل أحد قنوات تصريف الصرف الصحي للأسف، ولولا وجود بعض الشباب قرب هذه الطفلة وفي مكان الحادث لكان هناك نهاية مختلفة. راح توقع، شوف هاي البنية المسكينة، هذا الشغل بدون مهنية باعولة، شوف هاي البنية خطية وين راحت، ما حد طبعا يدري بيها. ولد سمع صياحة هنا، سمع صياح مالتها، ظل يتلفت تشوفه يدور على صياح وين، قال هذا الصياح منا من هاي من هون، عبالهم طلع فنسيت شي خوش، لقوا بشر جوا واقع، يعني قبق مال من هون بشرفك تغطيه بفايبره، تغطيه بفايبره، شوف ايش راح يطلعون من المنهولة. باب البنية شبعت مي خوش، شوف 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 اختنقت اختنقت، ما قدرت تمشي، ما قدرت بعد تمشي، لزمت راسها مضروبه براسها من قبل خوش. طبعا البنيه اخذوها هسه للطوارئ ما يعرفون حالتها شنو هي. هاي وين السلامة المهنية بالموضوع؟ السلامة المهنية المفروض تفدر وياهم يغطون هاي الاطباق المفتوحة.